ثم نختم ب عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: ولا يريدون علوا في الأرض. صفات المؤمنين: لا يريدون علوا في الأرض. قال: بغيا. العلو في الأرض يسبب إيش؟ الظلم. فيا إخواني في الله، امشوا على هذا الأمر، وهو أنك تنام مظلوم لا أن تنام ظالما. ثانيا، دائما حاول ألا تقول أريد أن أخذ حقي في الحياة الدنيا، وإنما وكل أمرك إلى الله، لأنك ربما تقول أخذ حقي فتتجاوز الحد فتصبح أنت ظالما. ثالثا، اعلم أن هذا الظالم سيعاقب في الحياة الدنيا حتى لو لم تر أنت عقوبته. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.